والشيخ الكبير من حيث الصوم لا يخلو من أربع حالات. الحالة الأولى أن يكون الشيخ الكبير مطيقا للصوم فيؤمر به كغيره، لأنه داخل في عموم الخطاب. والحالة الثانية أن يكون الشيخ الكبير عاجزا عن الصوم ولكن عقله معه، فحينئذ يطعم أو يطعم عن كل يوم مسكينا، يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. والحالة الثالثة أن يكون الشيخ الكبير قد زال عقله وسقط تمييزه بحيث بلغ حد الهذيان، فهذا لا شيء عليه، لا صيام ولا إطعام، لأنه غير مكلف. والحالة الرابعة أن يكون الشيخ الكبير ممن يميز أحيانا ويهذي أحيانا، يعني أيام يكون فيها مميزا ويعرف، وأيام يهذي ويضيع عقله. فإذا كان ممن يميز أحيانا ويهذي أحيانا وجب عليه الصوم في حال تمييزه لا في حال هذيانه، إذا كان يقدر، وإلا أطعم عنه في حال تمييزه لا في حال هذيانه.